على فكرة اليوم عملت باسبور لأنه عبالي كفي دكتوراه علوم سياسية بباريس. شو؟ شو فيه؟ شو صار لك؟ شو راح أعيش هونيك؟ بسافر أسبوع برجع، يعني بصير روح واجي من فترة لفترة. حبيبة قلبي شيلي لي هذه العلوم من راسك نهائيا. شوفي لي شي حل اعمليها هون دبري حالك هون. بلا جابر، أكيد فينا أعملها هون، بس هيدي جامعة كتير مهمة طول عمري كنت أحلم أقدم عليها. شيلي لي هالحلم من راسك حبيبتي واحلمي هون قد ما بدك. إذا بيزعجك موضوع السفر فيك تجي معي. كنت مفكرة تسافري لوحدك يعني؟ خلينا احلم هون مع بعض. هون حقي حلمك هون بهالبلد.